لك ايه مرتاح؟ كنت بس حابة اطمن عليه قبل ما اروح على الشغل. انا ببلغه تحياتي. المهم يبقى مرتاح هاليومين. طيب بس وقت خليه يتحمس ويلحقني على الشغل. اعوذ بالله، ممنوع الخروج من البيت قبل شهر. يلا بخاطرك. الله معك يا بنتي. صباح الخير. صباح النور. إلك عندي خبر مهم جدا جدا جدا. اكتشفت مين قاتل خيك أكرم. صحيح يا نادر؟ صحيح، والقاتل موجود بين إيدينا هون. بين إيدينا؟ نعم. شو بتقصد؟ اللي قاتل خيك بهاء. ومين بهاء؟ بلال يا سارة قاتل خيك. نادر، إذا مش مصدقة تفضلي اقري. حصلت على هالنسخة بأعجوبي. كان المفروض تنزل الجرائد للأسواق. تاني يوم من مقتل خيك، والمحامي بلغني إنه الأعداد كلها صدروها بدون ما يعرفوا السبب. يبدو أن مسلسل الأحزان مستمر معي. خسرت خيي وخسرت وظيفتي والجامعة، واليوم خسرت سارة. عجيب أمرك، قتلته ومشيت بجنازته، قتلته وجيت تعيش مع بي وابنه. سارة، لو كل الدنيا قالت انه انا مش مقاتل، مفروض توقف وتدافع عني. دافع عنك؟ انا مش من عادتي زور الحقيقة ودافع عن المجرمين والهربين من وجه العدالة. شوف، شوف صورتك. سارة، صدقيني، صدقيني، انا بريء، انا بريء يا سارة. في مؤامرة كبيرة استهدفتني واستهدفت خيك المرحوم. اطلع برا، اطلع برا. سارة، القاتل والقتيل ما بيقعدوا بغرفة وحدة. اطلع برا يا بنتي، هدي نفسك شوي، ما تتسرعي تنعرف شو القصة. بي، بلال قتل ابنك. يا حاج، انت من زمان منتظر النجم، وهيه ببيتك وبين ايديك. انا برأيي مش ممكن يكون هو القاتل. بي، كل اللي قدمه وعمله كان بدافع الجريمة اللي ارتكبها. عقدة الذنب والقتل هن اللي دفعوه ليعمل كل الأعمال اللي فكرناها خير. سارة، المجرم بيكون عنده صفات بتدل على إجرامه. بلال ما عنده إلا صفات الإنسانية والعطاء. لازم تتأكدي قبل ما تجرحي بكرامته. وين بها المتهم بقتل أكرم؟ من الأول قلت لكم هيدا واحد لص قاتل، ما صدقتوني. خدوني أنا محله. وأنت شو ذنبك لناخدك محله يا حاج؟ وهو شو ذنبه؟ القتيل بيكون ابني. أنا بتنازل عن حقي ومستعد سقط الدعوة ضد القاتل. ما تنسى الحق العام يا حاج،
والعدالة بدها تاخذ مجراها بالنهاية يا حاج. لحظة لو سمحتم. سعيد؟ المقدم عبد العزيز المولد. أنا آسف، آسف يا سارة وآسف يا حاج، وأنا آسف لكم جميعا. بإمكانك تروح أنت ورجالك عند المستودع في المحطة. تفضل. يا حاج اطمن، المجرم في السجن وبياخذ جزاءه، وإذا ما أنت مصدق ممكن تروح تشوفوه بأنفسكم. يعني بلال بريء؟ كل البراءة. سعيد؟ الضابط سعيد. الضابط عبد العزيز المولد. سعيد، الحق بهاء يا سعيد. لوين راح؟ بهر من البيت قبل ما توصل بلحظات. عرف ان اكرم خيك؟ عرف. الحمد لله، الحمد لله اللي انتهت الأمور على خير وسلام. الحمد لله، كنت منتظر هالساعة بفارغ الصبر. إن شاء الله هلا تنية دقائق وبيوصل بهاء وبنرتاح كلنا. الحمد لله يا هدى، هلا بقدر أقول إني أنا مرتاح. مش من عادتك تغلط غلطة كبيرة بهالشكل. بأصعب الظروف كنت ماسك بلال تماما، وباخر لحظة اختفى من ايدك. ما كنت عارف له مكان غير المحطة. ابدا لا يمكن يكون له مكان ثاني غير المحطة وبيت سارة. يا عبد العزيز، بشغلنا في كل الاحتمالات. احيانا ممكن غلطة صغيرة ما نكون حاسبين لحساب تخربت علينا كل الامور. شيء عجيب، شيء عجيب. وين اختفى ماني عارف. شو راح يقول علينا الاستاذ يوسف لما يعرف انه خيو اختفى؟ المسكين كان منتظره بين لحظة والتاني. مشان هيك ما راح اقابل الاستاذ يوسف الا لما يكون بايدي دليل. غلط غلط يا عبد العزيز، لازم دايما نحطه بالصورة لانه نحن بحاجة لرأيه ولمشورته. يا عبد العزيز لازم تشوفه. قطع لساني قبل ما اشرحك بكلمة واحدة يا بلال. صرت خيي واليوم خسرتك إلك. حرام ترك البيت
قبل حوالي لحظات، مع أنه كانت الشرطة مطوقة الضيعة كلها. معقول يا عبد العزيز؟ لك معقول تغلط هيك غلطة؟ يا أخي طول مدة العملية اللي قمت فيها كنت مطمئن أنه بهاء معك، وهلأ بأبسط طريقة بتقلي ضاع من بين إيديك، ضيعته وكأننا ما عملنا شيء أبداً. شو رأيك هلأ أنه نفذ الفكرة اللي وضعنا له إياها نحن براسه وهرب عبر الحدود؟ كيف بتتوقع نعود نلاقيه؟ قل لي كيف؟ اطمئن يا أستاذ يوسف، اطمئن، إن شاء الله بأقل من 24 ساعة بيكون عندك. طيب 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 طيب، شكرا يا عبد العزيز. شو يا أمال؟ في أخبار جديدة عن بلال؟ لا يا حاج، قلبين الدنيا وما في نتيجة. وعبد العزيز وين كفاءته؟ ما بخفي عليك يا حاج، عبد العزيز ربط مستقبله بقضية بلال. أنا المذنبة، تسرعت وكنت قاسي كتير مع بلال، بس اللي عم بيزيد من ألامي إنه ما غلط معي ولا بكلمة رغم كل الإهانات اللي وجهت له إياها. على كل حال المهم هلأ نلاقي بلال وبعدين كل شي بيتصلح. السلام عليكم. عليكم السلام. كيفك استاذ سعيد؟ اسف، كيفك استاذ عبد العزيز؟ كيفك استاذ؟ اهلا بك. اهلا فيك. الحقيقه انا من يوم ما تركت الضيعه وعم فكر بشغله وحده، كيف ما قدرت اكتشف حقيقتك؟ ايوه، المهم انك تعترف انها كانت اجمل ايام حياتنا. فعلا كانت من اجمل ايام حياتنا. المهم خلينا نبتدي القصه من اولها. المهم حنضلنا واقفين؟ تفضلوا. شكرا. هادش عندك من أسئلة يا أخبار؟ الحقيقة أستاذ عبد العزيز، أنا لما استعرضت شريط حياتي معك بالسجن اكتشفت أنك فعلاً أقنعتني بالهروب من السجن. هو في الواقع سبب وجودي في السجن أني أساعدك على الهروب. نعم، لكن لعدم اقتناعك بالهروب حاولت أهرب أنا من السجن علشان أثبت لك أن الهروب سهل. ويا ترى مين خطط لهالشي؟ طبعاً سعادة المحقق شريف. نعم. وسعادة رئيس المحكمة خيك يوسف. الحقيقة نحن كلنا متأكدين كنا من براءتك، لكن حجم العصابة وفظاعة أعمالها جبرتنا نوضع خطة كتير دقيقة للدخول لإلها وتفتيتها وضعافها مشان يسهل علينا إسقاطها. نعم، والحمد لله تم اللي حصل. طب ليش اخترت ضيعة سارة ساحة لكل تحركاتك؟ وفي الواقع سعادة المحقق له مقولة
دائما جميلة وطيبة، وهي أن المجرم دائما يحوم حوالين مكان الجريمة وحوالين الأشخاص اللي لهم علاقة بالجريمة. ويا ترى حصل هالشي؟ كنا متأكدين أنه العصابة لابد أنها من وقت لوقت تمر على المطعم وعلى بيت أكرم، ودايما دايما لازم يكونوا بالأخبار ما بعد مقتل أكرم، لكن لحسن الحظ أنه نتجاهلوا هالموضوع وما تصرفوا على الأساس ونسيوا تماما بيت أكرم والمطعم. طيب ليش هربتوني من السجن؟ هو في الواقع لسببين. نعم. السبب الأول أنه يعني امتناعك عن تناول الطعام والمحافظة أيضا على صحتك، وهذا كان سبب مهم وكبير بالنسبة للقضية. والسبب الثاني أنك عنصر مهم بالقضية، أنت المتهم الأول والعصابة بدها إياك. نعم، وأكيد يا أستاذ عبد العزيز كنت على اتصال مباشر ودائم مع خيي مع الأستاذ شريف باستمرار وبشكل يومي. مش معقول شو هالدقة بالتخطيط وشو هالدقة بالتنفيذ، وأنا اللي كنت فاكرك سعيد الطيب المسكين الهارب من العدالة. بس الحقيقة كتير شاطر بتكنيس الأرض وتمسيح إزاز السيارات. ألو؟ أيوة؟ لحظة تفضل يا عم. ألو؟ أهلاً يا أمان. أهلاً. هي أهلاً بيك. حذري من عندي. من بها طبعاً. إيه حصلنا. المهم أنت لازم تبلغين سارة بالشي هذا. ماشي. سارة بتحكي من لطفها ومن ذوقها. إذن الاختيار لإلي. هاني عزيز عقلبي يا حاج. كلكم عزيزين عقلبي. صدقني يا حاج أنا كثير سعيد بهالبيت، مثل بيتنا تمام. سارة ما خاب ظنها فيك أبدا، من الأول قالت لي إنك مخبي سقافة عائلة. أنا يا حاج يتيم، يتيم الأب والأم، وتعلمت بالمأوى يا حاج، ولما كبرت حبيت كون نفسي بنفسي، وأنتو كنتوا أول محطة بحياتي. لا يا بلال ما تظلمني، انت اكتر انسان لازم يقدر ظروفي. لكن لازم اعمل شيء يا سارة، لازم. اكتر من اللي عملته وقدمته وعم بتقدمه. انا ما قدمت شيء يا سارة، اللي قدمته ممكن اي انسان عادي يقدمه، لكن انا لازم اقدم شيء كبير كبير يا سارة. انا بكفيني وجودك جنبي. اطلع برا سارة. القاتل والقتيل ما بيقعدوا بغرفة وحدة، اطلع برا. انت من زمان منتظر المجرم، هي ببيتك وبين ايديك. انا برأيي مش ممكن يكون هو القاتل. يا ابني سبق وقلت لك موضوع زواج سارة مش بايدي. يا حاج انا عم برجع بطلب ايد سارة للزواج حفاظا على سمعتها. سمعتها؟ طبعا يا حاج، بتعرف بالضيعة بحبوا كتلة الحكي، وفي ناس عم بيقولوا انه بهاء كان بيظهر حبه لسارة ليمشي اموره بالشغل. يا نادر ولا واحد بالضيعة عم بيقول هالكلام، كلهم بيحبوا لبهاء وبيتمنوا عودته. ما ورا هالاشاعات الا انت وبنات الزواج ما عندك. معقول هالنادر لا بحس ولا بذوق. سارة لقيوا بلال. بلال
بعد مدة من وجودك بضيعة سارة صرت حرك القضية باتجاه واحد، وهو دفع العصابة للتفتيش على مكان وجودك. الحقيقة يا جماعة أنا سمعت منكم إشياء كتيرة، لكن ما حدا قال لي شو كان رأيكم بالنسبة لموضوع تقديم كلتي للحاج والد سارة. أنت بتعرف يا بهاء إنه يوسف إنه بيضعف أمام المواقف الإنسانية. لا لا يا هدى، مش هيدا اللي حصل. لكن أنت كنت على علم باللي قدمه بهاء للحجة المريض؟ اللي حصل الحقيقة إنه لما عرفت بالقضية كان بهاء والحج بغرفة العمليات. اتصل في الضابط عبد العزيز. توجيهاتك استاذ يوسف. طالما صاروا بغرفه العمليات معناها فات الاوان وما قادرين نعمل شيء ولا قادرين نرجع بهاء عن قراره. وانا هون بلومك يا صديقي، عودتنا دائما على سرعه الاخبار والمعلومات الا بهالموضوع. صدقني يا استاذ يوسف، قرار بهاء باعطاء كليته كان مفاجاه للجميع. نعم، وانا ما قدرت اتصل فيك في هذه الظروف. اذا ما عاد بامكاننا نقوم باي عمل. أنا جدا آسف. كل اللي بدي إياه منك يا صديقي هلأ إنك تهتم فيه بعد إجراء العملية. حاضر حاضر. شكرا يا إف سين. طيب وموضوع الشاحنة؟ أي شاحنة؟ الشاحنة اللي نقلتك على حدود. يا بهاء، بمجرد ما رتبنا هروبك من السجن وضعناك تحت المراقبة في كل لحظة. سائق الشاحنة كان من رجالنا. الشاحنة الأولى اللي نزلتك على المفرق سائقها قالنا إنك بالاتجاه الصحيح، وأمرنا سائق الشاحنة الثاني إنه يوصلك على المحطة عند الضابط عبد العزيز. وصلنا لحدود؟ لحدود بتبعد بعد 10 دقايق. عن اذنك بدي اجيب سندويشه ونمشي. تحب اجيب لك سندويشه؟ شكرا. بعد خروج السائق من المحطة اتصل فينا الضابط عبد العزيز وقال انك وصلت لعنده، وبعدها صار اللي صار. معقولة؟ معقولة كل هالشي صار وانا اخر من يعلم؟ طيب وموضوع هروب على الحدود؟ كله كان مرتب وموضب، وضبناه مع الضابط المناوب بايديك الليلة. ما كان قدامي الا هالخيار ايضا، حتى ابعد عن ذهنك اي فكرة للهروب نهائيا. شوي هلا كل شيء انتهى
وانت صرت ببر الامان. هلا صار لازم ترتاح، يلزمك راحه طويله جدا بعد اللي عانيته في هالايام الصعبه. تصبح على خير. وانت من اهله. وانت من اهله. عجيب امرك، قتلته وجيت تعيش مع بيه وابنه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا استاذ سعيد. اسف بقصد استاذ عبد العزيز. تفضل. معلش يا بهاء، في الحقيقه انا جاي في موضوع ما اعتقد انه غايب عن بالك، وانت عارف اني انا الشاهد الوحيد على كل اللي حصل لساره في ضيعتها. خير ان شاء الله. شو الموضوع؟ موضوع سارة والمحطة ووالدها واللي حصل لها في الضيعة. معقولة؟ معقولة أنا أنسى الموضوع أو حتى أتجاهله يا أستاذ عبد العزيز؟ يعني سارة إنسانة عزيزة على قلبي، ومش ممكن إلقى لنفسي زوجة صالحة مثلها. حتى الحاج عسلمة عينه بعتبره والد لإلي. ولا هاني؟ هاني المسكين يتيم الأم والأب، ما تتصور قديش بحاجة يكون جنبه. قريبا إن شاء الله راح نطلع على الضيعة. لا معلش، أنت اطلع لوحدك وانهي موضوعك، وفي نفس الوقت اعتذر لي لأني أنا مسافر بلدي. نعم مسافر والضيعة. معلش يا بهاء، أنت عارف أنا رجل أمن، ورجل الأمن دائما أمره في إيد رؤساء. في نفس الوقت أنا جاي في مهمة وانتهت المهمة. أياً كان الوضع يا أستاذ عبد العزيز، مفروض تعتذر بنفسك، وإلا بيعتبروك عم تغدرهم. عبد العزيز بيك، تفضل نشرب فنجان قهوه بالبيت. الله يديم فضلك. شكرا جزيلا. يا رجل فنجان قهوه بس؟ الله يخليك، انا جاي اودعك لاني مسافر اليوم ان شاء الله. اليوم؟ باذن الله. مستعجل ليه؟ معلش. على كل انا عاجز عن شكرك يا اخ عبد العزيز. حقيقه بفضل الله تعالى ثم بفضلك استطعنا انه نقضي على اكبر عصابه بالبلد ونثبت براءة بهاء، وكل هذا بمجهودك انت ان شاء الله. يا سيدي لا شكرا الا على واجب، وهذا واجب. على كل حال انا رايح لوزارة العدل، بس معليش متأخر شوية، تعال اشرب فنجان قهوة بس. انت رجل مشغول والمشغول لا يشغل. السلام عليكم. طيب في امان الله. مع السلامة. في امان الله. ولا يسعنا بعد إصدار الأحكام على المتهمين، وبعدما نال كل مذنب عقابه القانوني، لا يسعنا إلا الالتفات إلى مسألة جوهرية، ألا وهي الوقاية من الجريمة والانحراف. فكما هناك الطب الوقائي، أطالب بالوقاية من الانحراف والإجرام بتطبيق الوقاية الإصلاحية.
فهي الميدان الذي يمكننا أن نوجد شبانا صالحين بعيدين عن زلات الأقدام، وذلك تمشيا مع العديد من دول العالم المتمدن التي وضعت أسسا لاستثمار أوقات فراغ الشباب وتحويل اهتماماتهم نحو قنوات مثمرة بناءة. ولا شك أننا إذا سرنا بهذا الطريق سنحرز النجاح المطلوب لإيجاد جيل ناجح يبني الوطن. فما أحوجنا إلى الوقاية الإصلاحية التي لو وجدت لما وصل هؤلاء الشبان إلى ما وصلوا إليه. Thank you.